اهلا بيكم وحلقه جديده من قلبك ابيض. الحقيقه النهارده ضيفتي امينه، وامينه مشكلتها معايا انا عارفه ان قلبها ابيض جدا جدا جدا، ولكن عايزه اعرف لما تقع تحت ضغط جدا هل القلب الابيض ده يفضل ابيض ولا لا. المشكله الحقيقيه ان هي كانت ضيفتي في من غير زعل السنه اللي فاتت، وممكن تتوقع ان يعمل فيها مقلب. عملت ايه مع الفنانين اللي ممكن يكونوا شاكين ان ده مقلب؟ اول ما يوصلوا اللوكيشن اقول لهم فعلا ان هو مقلب، ولكن افهمهم ان المقلب حاجه تانية خالص. النهارده امينه هتقعد وفاهمه ان اللوكيشن اللي احنا موجودين فيها هينهار فوقيها، وهيقعد ضيف قدامها زميل صحفي المفروض ان هو هيحاول يسالها اي اسئله في الاول يستفزها بيها. هل هي هتبقى فاهمه ان الموضوع مقلب وهزاره وهتقعد تستنى الحاجات تنزل عليها، ولا فعلا هتستفز وهتتاثر؟ تعالوا نشوف أمينة قلبها أبيض ولا؟ المفروض إن احنا بنعمل مقلب معين كده، بيبتدي البرنامج بنسألك 3 أو 4 أسئلة على انك ضيفه يعني في برنامج، وبعدين بيحصل المقلب. خلاص، حاجات هتقع وهتتدربك وكده، بنحاول نلعب رامز. حاجه ما فيش حد يعني تيجي جنبي، لا حاجه تيجي معي. لا حتى اللي هيقع ده كرتون، مش يعني لو لقيت توب بيقع وبتاع ده فخار، مش بجد يعني. فما يعني تخضيش بجد، يعني مثلي انك بتتخضي بس تخضيش بجد. اتخض هنا، اتخض اتخض. وانت هواري متخانقه معاه؟ هو ايه؟ هواري متخانقه معاه؟ احمد الهواري؟ ليه خير؟ معرفش، انت عارفه انا بتكلم عن مين؟ احمد الهواري المعيد؟ اه. ليه متخانقه معايا؟ انا بسالك متخانقه؟ بس المفروض ان انت في الاول هو بيسالك 3 أو 4 أسئلة كده، يعني المفروض يبقوا عاديين، فبصيت عليهم لقيتهم سخفه جدا. صلى على النبي. مفيش حاجه تستاهل. ايه يا معلم؟ عامل ايه؟ اخبارك انت؟ طبعا انا فهمتها المقلب وكل حاجه، قلت لها ان الحاجات اللي هتقع علينا دي مش حقيقيه، بس عايزين بقى صريخ وصويت ولا؟ لا خلي بالها يا جماعه، لما الحاجه بتبتدي تقع الناس تخلي بالها عشان محدش يقع. مالك؟ اوعى الاسئله الرخمه، انت عارف. يلا دوت خوش يا يوسف. اهلا بيكم وحلقه جديده من قلبك ابيض. كتير قوي فنانين بيتضايقوا من صحفيين، وصحفيين بيتهموا فنانين بحاجات، فاحنا النهارده قررنا نعمل مناظره بين صحفي وبين فنانه، وفنانه محبوبه جدا ولكن كتب عنها في الصحافه كتير جدا، والحمد لله الصحفيين موجبين معانا كلنا، مذيعين وممثلين وكل حاجه. خلوا بالكم من نفسكم. فانا بدل ما هو يبقى بيكتب في مجلة أو في جورنال، أحب أن يبقى كده في مواجهة بين الأسئلة اللي نفسك تسألها الفنانة، مش هيبقى عن طريق تليفون ومش هيبقى عن طريق كده، لأ، لكن يبقى وجها لوجه. إيه الحاجات اللي ممكن تبقى عايز تعرفها من أمينة وترد بمنتهى الصراحة؟ أنا عايز أعرف أصلاً إيه اللي خلاها تغني؟ يعني هو أول سؤال عن نفسي أسأله لها، أنت أصلاً كنت بتدرسي تمثيل، صح كده؟ آه. جيتي من اسكندريه عشان تدرسي تمثيل. اه. ايه اللي خلاكي تغني وما مثلتيش؟ يعني حتى ما حصلتش بعد كده. الشيطان. ما هو الشيطان عمل فيكي كده ليه بقى؟ الشيطان وزك ليه؟ لا يعني هي الموضوع، يعني انا كنت جايه فنون المسرحيه، وجنب ده انا كنت بغني وكان صوتي دخلت يعني. دخلت ودرست ودرست يعني، الحمد لله كنت من اللي هم الناس اللي بيقولوا عليهم كاركترات موجوده، موجود كاركتر تقيل في الاكاديميه. لا بنفس اللي بنفس الشيء. بس هي بتغني يعني مش قصه ده انها تغني، لا هي الكلام دلوقتي مش صح. الكلام دلوقتي مش صح. انت اخر تجربه تمثيليه ليكي كان حصل خير؟ اه. انت شايفه انك انت كنت بتمثلي فيه كويس؟ يعني انا مش شايفه والله، انا بقول الناس قالت ايه؟ طيب بالنسبه للاداء اللي كان موجود، بالنسبه للناس اللي كانت حواليكي، انت كنت مبسوطه؟ انا عن نفسي كنت عامله الكاركتر بتاع رأفت ده كويس جدا، يعني انا كنت عامله رأفت، يعني كنت عامله موضوع، يعني كل الناس قالت لي ضحكتينا وهزار وضحك وكده يعني.
بس انت كنت مبسوطه على الدراسه اللي انت درستيها وعلى حلمك القديم ان انت شايفه ان هو ده سقفك ان انت تعملي الكاركتر ده اللي هو كان ممكن اي حد يعمله. هو انت نسيت ان احنا مش بنعمل برنامج بجد ولا ايه؟ احنا بنضيع وقت عشان الحاجه تنهار علينا. انت يعني تكلمي عن لون ضوافرك احسن لون بتحبيه. تقمصت وهتضايقها. لا يعني ماشي ماشي اسالها وكل دخلني المود. لا ماشي اسالها وكل حاجه بس عشان مش عايزاك تنرفزها تيجي الحاجه تضطر وهي ما تاخدش بالها. انا بقول لك لا بالعكس. انت بتتكلم في نقطه واحده كل ده يعني. يلا 5 4 3 2 1. النفسانه والنفسيه وانا المطربه الشعبيه الوحيده اللي في مصر واي واحده تانية تغني ما ينفعش تغني جنبي يعني لولا ان هو ده بتغني قبليكي فنفدت من تحت ايدي بوسي بتتحارب بس بص الجزمه بتتهز الجزمه هتطير في وشك محمد عبد المنعم بص الجزمه بتتهز محمد عبد المنعم راح فين بعد ما عمل لبوسي اه يا دنيا راح فين مش سامعين بطل يتعامل معاها تاني ليه بسبب مين بسبب مين بسالك لا والله انا بسالك والله انا مفيش واحده بتهزني في مصر اعتبرها بقى ثقه اعتبرها زي ما تعتبرها انا واحده بس تمام الجمهور يقول كده تمام هات ال 4 مليون عريس وعروسه طبعا هو العدد مبالغ فيه شويه بس انا بكلمك يعني بكلمك بمبالغه ان مصر كلها هات فرح مكمل مش مظبوط بتهزروا لا احنا اتفقناش انتوا على كوبايات احنا اتفقنا على كوبايات ايه ده حاجه طب ما مسكون يعني انتوا عاوزين تقولوا لا هو مش المفروض ينزل كوبايات هو المفروض البتاع يتطربق الحاجات دي تقع بميكانيزم معين البتاع عطلان فقال لك طب خلاص نطلع مديرين انتاج فوق يرموا كوبايات طب هو ايه اللي خلاص ان كده يبقى المقلب يعني بسم الله ما شاء الله يلا يعني نبتدي من الاول يا ايهاب يلا اتفضل النبي كبروا بقى احلف يلا دور كبروا الولاد احنا بنتكلم على التمثيل انت بتتكلم انت نرفزتني خلي بالك نرفزتني اه والله العظيم هو على فكره انا لو جيت امثل ولقيت نفسي قلت لي ان انا بمثل وحش هسمع بص يا احمد انا هقول لك على حاجه الحمد لله رب العالمين التمثيل موهبه ودراسه بسم الله ما شاء الله الحمد لله يعني الغنى الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله امين انت صوت محترم صوت ايه يا عم صدفه بقى ما انا بقول لك يا احمد عمرك ما غنيتي صدفة قبل ما هي جت الفرصه فغنيتي اسمع. يعني ما تتكلميش عن طيب خلاص خلينا بقى نقول ايه هي مشيت بس عشان صدفة. ما كانش في بنت بتغني شعبي فلو كان اي واحده جت امال البنات يا ابني اللي غنت قبل كده وبدريه السيد والناس الغلابه اللي كانت لا انا ما بتكلمش الله عليك مين من زمان انت قصدك ايه قصدك ان فترتك لما طلعتي ما كانش فيه الشكل ده ازاي مش ما كان فيه هدى وكان فيه ناس كتير خلاص كانت انت جيتي في وقت اللي هو خلاص هدى ليها كاركتر وانا ليا كاركتر انت الله ينور عليك انت اشتغلت عشان دي كاركتر مش موجود لو بس. اي بنت تانية مش قصه طب ما هو واللي جه بعد كده حبيبي هو جاب حاجه جديده لما جيتي بدايه انت لما جيتي تعملي مطربه وجيتي تعملي حاجه شيك ما نجحتش مين ده اغنيتك انهي الاخرانيه اللي عملتيها دراما دي اللي حاولتي تعملي فيها لا والله اليسا دي نجحت كنت بعمل اليسا ما انت انا بقول لك دي نجحت زي الحنطور اللي هي اوعى تقول لحد اللي خدت من التوب 20 خدت التوب 20 ده على قناه ايه ده ولا خدته في مسابقه ايه التوب 20 مسابقه ايه مسابقه مهرجان بيم. الفيوم ده اكيد لا مسابقه بيمبي انت انا جبت لك انت شايفه ان اوعى تقول لحد نجحت زي الحنطور يا ابني ده ستايل وده ستايل حلو انت نجحتي بقى بالستايل ده اللي هو يعني خلاص أنا هو مشكوك ما ينفعش يبقى حد تاني لا انا غني في اي حاجه ما انا غني في اي حاجه لا صدق اسمع بس بقول لك خالص والله العظيم اسال الجمهور انا بسالك انت اسال الجمهور انا بسالك انت سؤال وجاوبي عليه قدام الناس وانا معاك هو انا لازم اعجب كل الناس ما في حاجات اكيد ما بتعجبنيش يا احمد وانا لولا تفوت الاذواق لبارت السلع ولا غيرها انا عايز اقول لك بس على شيء صغير انا شايفه كده نجحتي في الحنطور صح كده انا نجحت في الحنطور واخر بص السي في بص السي في عندي بص السي في بص بقى الناس اللي المفروض بتسمع امينه الحنطور اخيرا اتجوزت عمال يعكسني بيشويش عليا غير التترات غير 14 اغنيه حتى لا ستوب يا جماعه حتى لو احنا بنعمل اسئله في الاول وكده ما تجبرهاش انها تفضل تقول انا وانا وانا لان احنا عارفين احنا بنعمل حاجه تانية خالص مش 1 تو 1 يعني ما تخليش تفضل تقول انا عشان ما تفضلش مغروره قدام الناس بس يلا 5 4 3 2 1 النيو لوك الجديد اللي انت عملتيه خسرت كتير ما حسيتيش بقى لا ما خسرتش خسرك لا ما خسرتش ليه عشان هو الناس حبتك بشكلك اللي إيه هو الكاركتر هو الاليسا مش اليسا ولا حاجه الحاجه اللي هو الجديد بتاع امينه يعني ده مش امينه كانت ايه امينه كانت عامله ايه مش كنت عامله كده كنت كان عندي شلل نفسي ربنا كرم كانت شكوك
اللي هو ما ينفعش يبقى اي حد تاني. لا بس شكوك. انا من ساعة ما ابتدت كانت لابسه جينز ضيق. هي ماشي. لا يا ابني الدريسات وال اللي بتتكلم احمد انت بتتكلم بجد؟ شكوكو وانت ايه؟ محمود شكوكو هو ده كان يا عم ماشي على عيني وعلى راسي. طب انا خلاص انا شكوكو. لا مش شكوكو دي مش حاجه وحشه. ايه المشكله؟ طب هو شكوكو يعني شكوكو كان باشا. هو اسمه ياسين كان بيلبس الجلابيه ويلبس دي. شفته بره؟ انا عارف. انا فكرة. انا بلبس شيك قوي وبطلع على المسرح. على فكره مش بتكلم في اللي انا عايزاه لان الناس مش بتكلمك لبس. انت كنت عايزها تبقى لابسه مدام يعني. على فكره الليدي ده مش بتاعها. ليه؟ يعني الليدي ده ولا لازم اطلع لابسه لبس فوعليه عشان ابقى مش بتاعي؟ ما تكلمكيش. انا طول عمري بلبس جينزات جامده اخر حاجه. ليه كده؟ طيب لا هي بيقول لك انك لابسه بنطلون قماش لا بقى ستايل كله اتغير وحتى في الكليب وفي اللوك وفي الالوان. يا عم التطوير انا بقالي 6 سنين على الساحه الفنيه. 6 سنين يا احمد. التطور حلو يعني. التطور وعمليات التجميل لا والمصحف وحياه رحمه ابويا ما عملت عمليه تجميل ولا حاجه. تحلفي له يا والله ابدا عمري. ايوه اقول لك على حاجه والله الوش ده يعني هو ده اللي كان معانا قبل كده. والله العظيم الوش ده ما حطش فيه مسمار. عايز اكتر من كده الدكتور شاطر وحياه امي ابدا. خلي بالك اقول لك على حاجه. انا لو عملت عمليه تجميل هقول. طب واللي انت بتحاربيهم؟ بحاربه؟ اللي انت بتحاربيهم؟ انا عمري بحارب. تحارب مين هي؟ اي حد ممكن يشارك او مطربه. لا سوري يعني سوري يعني لا انا اولا اقطع الموضوع ده خالص لان حرام. انت كده هتقارني هتظلمني. هتقارني باي حد هتظلمني. مين يعني انت بتقول كده في المطلق ولا هي فعلا بتحارب حد؟ انا والله العظيم ابدا. والله العظيم ابدا. انا مش كده خالص. انا مش بقولك عشان تنكريه. انا بقولك بقى لنفسك دلوقتي يعني قبل التصوير وقبل يا ريت اقولك حاجة. انا والله العظيم وحياة رحمة ابويا يا ريت يتخفى عني المحاربة شوية. الكلام اللي انت بتقوله عليه ده اولا ما ينفعش تقوله عليها. كلامي ما ينفعش تقوله عليها برا. كلامي ما اقدرش اقوله. كلامي ما اقدرش. ايه ما تقدرش تقوله؟ ما اقدرش. ليه كلامي وحش؟ ايه كلام وحش ليه؟ ايه يا احمد قلت لها ايه؟ ايه يعني قلت لها ايه؟ قلت لها ايه؟ لا والله لا قلت. انت هتكذبني؟ لا قلت في كلام في منتهى القذار. وانا قلت لك انا بتضايق من الصحفيين اللي ما بيحبوا يشوهوا حد. اول حاجه يضربوا فيها على طول الشرف. انا عمري ما ضربت الشرف. يعني انت كلام اللي قلته حقيقي اللي بره؟ اكتب عن اللي عندهم قله الشرف. بلاش انا بلاش انا. اكتب حبيبي على اللي عندهم قله الشرف. واضرب في العرض في اللي عندهم قلة العرض. اللي اتعرض وطول كمان. عشان انتوا كصحفيين لو انت بقى صحفي ناجح وفاهم قوي وعمال تقول لي انت وانت 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 ها؟ ها؟ هتعرف 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 مين وايه والدنيا والحياه والدنيا ماشيه ازاي؟ واضح كده ان انت ما بتقراش كتير عن الناس. مش انت بتكتب ده انت ما بتقراش. انا عارف كل حاجه. كل واحد ما تكلمتكيش عن حاجة خالص. بتكلمك على الافتراء. ايه افتراء؟ والله العظيم انا شكلي انا فعلا هفتري عشان انت بتقول كده. طالما دي خلفية الناس عنك. حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم حسبي الله ونعم. والله العظيم حياة ربنا. والله العظيم حسبي الله ونعم. صحيح يا ابني نظرا ان انت فاشل اقول لك ليه؟ لان فعلا الصحفيين ده ما بيلاقوش حاجة يكتبوها. ويفضلوا بس يتكلموا عن دي اتجوزت ودي اتطلقت ودي طلعت ودي نزلت ودي بتاع. ده فشل. اقول لك على حاجه. اصل بص معنى انك اتكلمت معنى انك اتكلمت على امينه من ورايا ممكن تتكلم على اي حد. يا ابني احنا هنبقى في امل ان البتاع يشتغل. يا بنتي اذا كان انا قلت لك ان الكلام ده كله مش هيتباع ولا هيتشال. لا يعني هو الفكره مش مشكله الموضوع مش موضوع ازاي. موضوعك ان انا صحيت جواها حاجه لا هي مش صحيت. صحيت هي واحده يعني مش محترمه مثلا. لا مش يعني مش فكرتها بالماضي. بتكلم بقول لك ايه ما تكذبش. انت اتكلمت في الشرف احمد. شرف ما تكذبش. شرف مين يا ابو شرف؟ ما تكذبش. ما تكذبش. احنا نهزر. شرف مين انت؟ مش كل واحد لك؟ كل واحد يقول حاجه بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ انا مش بهزر. ده انت بتكسف وشك. انت مش لاقي غيرنا؟ ايه الضحكه دي؟ ايه ما كنت جبت حد طيب غير يقعد القعده دي تتكلمه عن الشرف والقرف. كنت جبت حد تاني طيب. ما انت فاهم اللي فيها طالما انت عارف كده. الله
وبعدين شويه كمان خلي بالك انا اقول لك على حاجه رهام بجد لو كده احمد بجد بجد نرفزني بجد اقسم بالله تعبني بجد يا عم لو انت قلت حاجه فيا تقعد لك انا بقول لك تقعد لك انا بقول لك لو انت قلت حاجه فيا من ظهري تمام انا مكانك اللي قلته بقى في وشك ده انت هربتي خلاص مني لا انا ما هربتش منك زي ما انت شايف انت اقول انا عندي قاعده جماهيريه الحمد لله رب العالمين يا رب اعوذ بالله من عندي قاعده جماهيريه انا لو شايف ان انا محترمه الموقف انا شايفه محترمه الموقف انت قبل ما تدخل المفروض ان انت تقول انا مش هقعد معاها بجد انا ما بحبش الناس اللي يمكن تعيط هي كانت زمان كانت بتعيط كانت زمان قريبه عشان بيتكلموا عن النجوم يا سيدي دلوقتي مش هتعرف تعيط لا ما بعيطش عشان خلاص بعيط بس عشان حظي عشان بدل ما تجيبوا حد وناس انتوا طالما انتوا بتعرفوا كده وانت راجل بقى فاهم وقادر وبتعرف وبتاع وبتمشي ورا الناس حد بقى حد غير ما توقعنيش انا القعده دي ده مش متضايق ده تمام مش متضايق يا ست لا والله ما انا عارفه ده مش متضايق انا برنامج ضلمه مش ولا كلام مش انا مش انا 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 بس زعلانه من حاجه والله يا ريان انا زعلانه من حاجه واحده بس اما دي خلفيه احمد الناس تقول ايه طيب دي خلفيه احمد المفروض ان انت بعيد عن توصف يعني بعيد عن ان انا توصف توصف ازاي توصف ازاي وانت عايشه بالناس ولا بيحاسب الناس اللي انا مش عايشه ازاي ازاي يا جماعه عايشه بربنا يعني انت عايزه اقول لك على حاجه والله العظيم ورحمه ابويا الحاجه الوحيده اللي انا اكتسبتها من الدنيا اللي فاتت دي كلها ان انا حد كويس انت كنت حد كويس و... لا ما كنتش بقيتي سودة بقيتي سودة بس انا مش غيرك لا بجد انت بقيتي سودة طب هو مش كلمه مش الكلام ده سمعتيه واتحكى لك زي كنا لا بالظبط انت عايزه تعرف تعرف تسخن مصطفى بسخن 50 مليون دلوقتي طيب انت روحت الصحراء مش هتضطرب امي تسقفوا الانينه انت ودي المقلب اصلا وانت بكشن يوني جزء صاحبي عم اقول لك جزء صاحبي بتقل انا ما قلتش حاجه عليكي الحاجه الوحيده اللي انا اكتسبتها من الدنيا اللي فاتت دي كلها ان انا حد كويس انت كنت حد كويس لا ما كنتش بقيتي سودة مش انا مش غيرك لا بجد انت بقيتي سودة طب هو مش كلمة انت مش الكلام ده سمعتيه واتحكى لك زي كنا لا بالظبط مصطفى بسخن 50 مليون دلوقتي طيب انت روحت الصحراء مش هتضطرب تسقفوا الامينه وانت بكش يوني جزء صاحبي عم اقول لك جزء صاحبي بتقل انا ما قلتش حاجه عليكي بابي بس انا زيك حاجه وموضوع الكوبايه زعلانه انا بابي هرب مش وش عليا لا هرب بس انتوا صاحبين بجد 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 فعلا لا بس مش امين ده لسه بقول لها دخلت بيتي وموزك صعب يا بنتي ده عادي الخميس بيقولي جزء صاحبي جزء صاحبي اقسم بالله قلبي وجعني وفي نفس الوقت انت لما قلت لي في حاجات هتقع من فوق انا منتظر اي حاجه انا بلعب كده وخايفه انا سرحت ان الايه ينزل من فوق قلت لك الاسئله مش هتبقى يعني هتبقى في الاول كده وبعدين هيحصل مقلب ينفع بس يا زيزو خلاص الحلقه لا بصي قلبها ابيض ازاي لا بصوا قلبها ابيض ازاي قلت لها ان هيحصل مقلب وان مخابرك اتخضت بجد خلاص والله العظيم اتخضت بجد
لما الازاز نزل، مع ان انا قايله لها دي حاجات هتنزل، وقلت لها هيقول لك اسئله في الاول وهيسخف وبتاع، راحت معيطه برضه. يا انا قايله لك لا، بس انت قلت لي ان هو هيقول حاجات ثانيه، بعدين قلت لي مفيش، ده مش لقيته ما بيخبطش فيك، انا اللي سخنت، لقيته قاعد يقول لك يا سودا يا سودا، ما عندوش حاجه ثانيه. ما عامل ايه؟ طب انت بتقولي في حاجات مش مشغوله العرض والشرف على فكره. انا في دماغها وهي قاعده، انا ببص لها بقول لها انت بتقولي ايه؟ وغير الموضوع كل شويه اقول له خبط فيها، عمال اقول لها صاحبي مش جوزها، صاحبي جوزها، هو انا بنهزر. سقفوا لامينه يا جماعه، بس ورايا قلبك ابيض قوي. طيبة وانت اكتر حد عارفه يا بنتي من هزه. ولا كلمه ولا كلمه من اللي قلتها دي يا جماعه حقيقيه، دي اكتر واحده في الدنيا عشان كده عيطت. انت قلبك والله، انت قلبك ابيض لدرجه انك مش مصدقه والله العظيم. خليه بس يقول للناس والله. انا والله ولا بحب اضرب قدرات ولا بضايق ولا اي حاجه يا جماعه، ولا اكلم واحده في الدنيا والله، ولا عمر الكلام ده كله، بس يا ريت الناس تخف عليا شويه. انت مش قلبك ابيض، قلبك اهبل، نعمل لك جنزه اللي واخده. هم عايزين يسحروا مش هتيجي يسقفوا.